شاق الأصالة يتواصل اللقاء بحضراتكم واستمرارية أشواط صباح هذا اليوم تاسع أشواط هذه الفترة الصباحية مع أشواط الحول والزمول الذي انطلقت في 8 كيلومترات. تعلن الانطلاقة عن تاسع الأشواط في هذا الصباح الجميل لتعلن هذه الانطلاقة وهذا التحدي والتنافس الجميل. هناك نتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام مع الذلل المحليات في تاسع أشواط صباح هذا اليوم وهذا الاندفاع والانطلاق الشيق والجميل الذي يحمل ميدان المرموم مباشرة نسير مع المراكز الأولى مع الانطلاق الأول مع السيطرة على مقدمة هذا الشوط من تقود المشاركات من تتحدى المنطلقات. هناك المركز الأول تسيطر مياسة على مقدمة الشوط، يأتي مطر بن سعيد بن عبيد الحميري يقدم مياسة بالمركز الأول بينما تليها في المركز الثاني الطيارة على ثاني المراكز، مطر بن محمد بن ضبيعة الكتبي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث تتقدم في ثالث المراكز الجذابة اليذاب سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك دخول على المركز الرابع تتقدم الشاهينية لعلي بن محمد بن علي بن حاذة الكتبي على رابع المراكز، والمركز الخامس بن القلكايدة غانم بسهيل بن مبارك الكتبي على المركز الخامس، وفي سادس المراكز الطيارة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيالي وهي في المركز السادس، بينما المركز السابع شوق تأتي في سابع المراكز وسعيد بن محمد بن حسين الخاطري الذي ينطلق في هذه اللحظات على سابع المراكز، بينما المركز الثامن وصلت في هذه اللحظات شعار منصورة لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي وهي في المركز الثامن، بينما المركز التاسع هذه مصيحة لسالم بن حمد الشيباني الكتبي الذي تأتي في المركز التاسع، والمركز العاشر بنلقى فيه شمعة وهلال بن سالم بن طراف المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق النداء الأول للعشر المراكز الأولى في مسارها وفي ناموسها وفي تحدياتها الجميلة، وهذا الانطلاق في 8 كيلومترات مع البحث عن الناموس والبحث عن الفوز في هذا الشوط شوط الذلل وهو تاسع أشواط صباحي هذا اليوم. نعود إلى المراكز الأولى وتتقدم هناك مياسة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري على المركز الأول بالتنافس والتحدي من قبل الطيارة مطر بن محمد بن ضبيعة من البداية وهن ينطلقا بمسار هذا الشوط وتحدياته وانطلاقاته، بينما المركز الثالث عند بن دليوي الثالثة اللي هي اليذاب سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع القدوم على رابع المراكز من قبل الكايدة غانم بسهيل بن مبارك الكتبي على المركز الرابع، والمركز الخامس هذه الشاهينية لعلي بن محمد بن حاذة الكتبي في خامس المراكز، بينما المركز السادس هناك تتواجد شوق سعيد بن محمد بن حسين الخاطري الذي تنطلق في هذه اللحظات، بينما المركز السابع في هذا الاندفاع تتواجد في الطيارة وناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيالي على سابع المراكز. نشوف المركز الثامن ونكمل النداء للعشرة المراكز الأولى، وهذه الثامنة منصورة لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي، والمركز التاسع وصلت فيه مصيحة لسالم بن حمد الشيباني الكتبي، بينما المركز العاشر تقدمت هناك وبرة لعبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني. هذه
من العشر المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وتحديات هذا الشوط، وندان الثاني بالنسبة للعشر المراكز الأولى في انطلاقات هذا الصباح الجميل، وهذا الاندفاع الرائع الذي يحمل ميدان المرموم في طياته الكثير والكثير من التحديات، من الانطلاقات، من الأسماء ومعاديل. أو قاربنا أو وصلنا إلى لوحة 4 كيلومترات في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع في هذه التحديات الجميلة والرائعة. يا سلام، شوف هذه الكوكبة الذي تتكون تقريبا من 7 مراكز أو 6 مراكز قريبة من بعضها، يعني تداول التنافس ما بينها وتبادل المراكز والانطلاقات الجميلة. تتقدم وغيرت الطيارة ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي على المركز الأول وقادت مسار هذا الشوط وتحدت كل المنطلقات، بينما تليها في المركز الثاني اليذابة وسعيد بن سهيل بن دليوي تأتي في المركز الثاني وتندفع على ثاني المراكز، أما مياس مطر بن سعيد بن عبيد الحميري موقعها المركز الثالث وتدخلت على ثالث المراكز اللي هي الكايدة لقانم بن سهيل بن مبارك الكتبي في هذا الانطلاق، بينما المركز الرابع وصلت فيه في هذه اللحظة شوق سعيد بن محمد بن حسين الخاطري الذي قدم شوق في هذه اللحظات، بينما الانطلاق على سادس المراكز تواجدت اللي هي الطيارة لمطر بن محمد بالضبيعة، وأيضا هناك هذه مياسة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري. هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة والجميلة الذي تندفع في هذا الصباح مع هذه الانطلاقات ومع هذا التحدي الجميل عبر شاشة دبي ريسنج في هذا الانطلاق ورقص الكبار في مسافة الكبار 8 كيلومترات وصلت هناك في هذه اللحظة وبرة لعبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني كذلك لتنضم، وتأتينا شمعة لهلال بن سالم الطراف المنصوري. هذه الأسماء والثلاثة كيلومترات مغادرتنا لمضيق العبور وأيضا حزام القابات على اليمين الذي تنطلق فيه هذه الأسماء وتكمل 5 كيلومتر وتدخل في 3 كيلو الأخيرة الذي ننطلق فيها بعد ذلك إلى الناموس والفوز والانطلاق الجميل. نسير مع المقدمة مع المراكز الأولى، شوف التحدي وشوف الانطلاق، شوف الكوكبة تبادل المراكز سريع على المركز الأول، التناوب ما بين المشاركات، وهذه الطيارة ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي تقدم المشاركات وتقود مسار هذا الشوط بالرغم أن الهجوم وارد عليها من قبل اللي هي وبرة ومن قبل اللي شمعة. شمعة ووبرة قادمات، وبرة غيرت إلى مقدمة الشوط وعبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، وتقدمت كذلك شمعة الهلال بن سالم بن طراف المنصوري على المركز الأول. يا سلام، ما شاء الله على هذا الأداء، وغيرت شمعة هلال بن سالم الطراف المنصوري تقدمت على المركز الأول وقادت الأصايل وتقدمت وتحملت مسؤولية هذا الشوط بقيادته وعلى رأس حربة هذا الشوط. المركز الثاني وبره سعيد بن عبد الهادي أو عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني في المركز الثاني، والمركز الثالث هناك الوصول من الطيارة أو الطيارة كانت منافسة من البداية ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت منصورة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي كذلك مشارك ما شاء الله نواب ومقدم دائما أيضا تنافس قوي في عالم الأصالة نواب بن نوح البلوشي. أشكرك يا البلوشي على هذه المشاركة وعلى هذه التحديات. المركز الخامس هذه الكايدة لغانم بن سهيل بن مبارك الكتبي، يا سلام هناك التحرك أيضا من قبل اليذاب سعيد بن سهيل بن دليوي بدأت تتحرك ووصلت شوق سعيد بن محمد بن حسين الخاطري. هكذا مشاهدينا الأعزاء بدأت الأمور
بدأ التحرك، بدأت الأصايل تنطلق بحثا عن الفوز وعن الناموس وتزيد من سرعتها، لأن المسافة اقتربت واقتربنا واتجهنا مباشرة إلى المنصة وإلى الفوز والناموس. ولا زالت اللي عادت مرة ثانية وبره وبره عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني قادت مسار هذا الشوط، تليها في المركز الثاني شمعة هلال بن سالم الطرافة المنصوري على المركز الثاني، هناك أيضا اللي هي الطيارة ناصر بن حمد بسيل خيالي ومنصورة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، وهناك أيضا تتواجد اليذاب سعيد بسيل بن دليوي، وتقدم من قبل شوق لسعيد بن محمد بن حسين الخاطري، وهناك أيضا اللي هي مياسة مطر بسعيد بن عبيد الحميري. شوف هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة والقوية في هذا الشوط، ولكن الأمور يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لا زالت وبرة وبرة عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني في الكيل والمتر الأخير والخطير. بدأت الذلل، بدأ الانطلاق. يا سلام يا سلام، تسللت اللي هي شمعة، تسللت شمعة هلال بن سالم بن طراف المنصوري على المركز الأول، بينما المركز الثاني تواجدت في وبرة عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، منصورة وصلت نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، وصل بن دليوي كذلك من الجانب الآخر في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الأوامر، شوف إصدار الأوامر، جولة الأوامر الأخيرة، ولكن سيطرت شمعة هلال بن سالم بن طراف على المركز الأول، راح بن طراف ولكن القدوم من بن دليوي اليذاب سعيد بن سهيل بن دليوي على المركز الثاني، وشوف التحديات، ونواب بن نوح على المركز الثالث. الله يا سلام يا سلام يا سلام، خلاص الأربعمية متر الأخيرة، ولا زالت شمعة هلال بن سالم بن طراف على المركز الأول، تلاحقها اليذاب سعيد بن سهيل بن دليوي، شمعة واليذاب، اليذاب وشمعة، بدت اليذاب تجذب المركز الأول، تجذب المركز الأول، تندفع بالمقدمة هذه الجذابة، سهيل بن سعيد أو سعيد بن سهيل بن دليوي يقدم اليذابة في هذا الشوط لتندفع بالمركز الأول. تهانينا، تعلن الفوز في هذا الشوط وناموس، تهانينا سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي على فوز اليذابة بالمركز الأول. المركز الثاني شمعة هلال بن سالم بن طراف وصلت في المركز الثاني، المركز الثالث منصورة لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي، المركز الرابع لحمد بسيل وناصر بن حمد بسيل الخيلي، والمركز الخامس وبره لعبد الهادي بن سعيد الشهواني. هذه النتيجة، نعود إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط. هذه اللي هي اليذابة توقيتها الزمني مشاهدي الأعزاء 13 دقيقة 9 ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا لسعيد بن سهيل بن دليوي على هذا الفوز المستحق من الجذابة، بينما المركز الثاني اللي وصلت فيه شمعة كذلك قدمت، شمعة قدمت أداء جميل وانطلاق رائع. هذه شمعة هلال بن سالم بالطراف قدمت توقيت زمني 13 دقيقة 11 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث وصلت في المركز الثالث منصورة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، نشوف توقيتها الزمني. المركز الثالث الذي انطلقت على ثالث المراكز في هذا الانطلاق، هذه منصورة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي الذي قدمت هذا الاندفاع في توقيت زمني مقداره 13 دقيقة 17 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق الشيق الذي يحمل ميدان المرموم. تتواصل الأشواط.